فرضا عندي هذا السؤال، هذا السؤال طلب ماكسيمم رياكشن ات ار 1، مثلا هذا ار 1، هذا ار 1، طب اني اوجد الماكسيمم رياكشن لار 1 لهذا اللود المستطيل. طب انا احسب هاي الحاله شو بعمل؟ بهاي الحاله نفس الفكره، برسم انفلونس لاين، برسم انفلونس لاين للرياكشن زي هيك، تمام. اعلى قيمه 1، عارفينها، من 1 ناقص اكس على ال، 1 ناقص اكس على 10، على 10 طول البيم 10، تمام. هسه انا عندي لود مستطيل، هسه هذا اللود المستطيل كيف بيتحرك؟ نفس فكره السياره، ممكن يجي هون، ممكن هون، ممكن هون، ممكن هون، ممكن هون. اعلى قيمه ممكن يوصلها لما يكون اللود المستطيل، لما يكون اللود المستطيل هذا وين؟ هون زي هيك، تمام. طبعا هذول هاي الناس بالاسهم بكون زي هيك. شو قيمة الانفلونس لاين؟ بحكي لك خذها قاعدة، قيمة الانفلونس لاين للود مستطيل عبارة عن، هي عبارة عن مساحة الانفلونس لاين تحت المنحنى، يعني هذا وهذا، تمام. ايش المساحة تحت المنحنى؟ هاي، لا ارسمها بلون ثاني، هاي هي المساحة تحت المنحنى مضروبة في قيمة اللود. كم المساحة هاي؟ هاي القيمة 1، طب هاي القيمة كم؟ بنعوض، هاي هذا الطول 2 متر، فبعوض 1 ناقص 2 على 10 ويساوي 1 ناقص 2 على 10 0.8، فبالتالي قيمة الانفلونس لاين هون 0.8، فبالتالي شو مساحة المنحنى هذا؟ مساحته نص، شبه منحرف هذا، نص، كنا نرسم بالاسود، نص في الطول، كم طول هذا؟ طوله طول المستطيل نفسه 2 ضرب مجموع القاعدتين، مجموع القاعدتين كم؟ 0.8 1 1 زائد 0.8، كم قيمة اللود؟ 5، فالماكسيمم شير الناتج عن لود مستطيل 0.2 في 2 في 1 زائد 0.8 في 5، أعلى شير يساوي 9، أو أعلى رياكشن يساوي 9. طيب بس فرضا ما طلب الشخص، طلب هون، طلب هون، نمسح الرسمة كاملة، تمام، وبنرسم انفلونس لاين للرياكشن اللي هون، وين أعلى شيء ممكن يعمله؟ المستطيل أعلى شيء ممكن يعمله هون، هون، تمام. ف هاي المعادلة ايش؟ معادلة الانفلونس لاين هاذ اكس على ال، اكس على ال، طبعا على فرض ان اللود بيمشي هيك، على فرض ان اللود بيمشي من اليمين من اليسار لليمين، اما اذا بيمشي من اليمين لليسار انا بعرف شو الاكس، المهم انساك، المعادلة اكس على ال، فبالتالي اللود المستطيل هون، فكم ال 2 على 10 كم؟ 0.8، فبالتالي قيمة الانفلونس لاين هون 0.8 وقيمته هون 1، فبنفس الطريقة بس انه مش دائما ثابتة، يعني انه 0.8 او حسب الطول وهكذا، تمام. هسه في عندي حالات عادي، يعني مش ممكن يجيب زي هيك، ممكن يجيب عادي لود مستطيل بس انه البيم عندي زي هيك، عندي مثلا هون سبورت، عادي سبورت، تمام. فانه الانفلونس لاين له هذا مثلا، لو طلبنا الرياكشن هذا يكون زي هيك، تمام. هذا هو الانفلونس لاين، بس لما احل صار في عندي مساحه سالبه، في عندي مساحه موجبه، فبدي اصمم اشوف وين السالب وين الموجب، بجوز ما اخذتوهاش، بس في ناس ثانيين بيشرحوها سالب وموجب، شوف صمم على الماكسيمم سالب او على الماكسيمم بوزيتيف، او مثلا بدي زي هيك، طلب مني نفس البيم الاصلي اللي كنا شغالين عليه، بس انه طلب انفلونس لاين لنقطة هون مومنت، فالمومنت مثلا هاي الها هيك، هيك الانفلونس لاين، فانت بدك تمشي الثلاث لودات، بدك تمشي ثلاث لودات مثلا هيك، هذا لود وهذا لود، لودين فرضا. طب انا وين احط اللودين؟ ممكن اقول لك حط اللود هذا هون، ممكن هون، ممكن اقول لك حطه هون، مرة حطه هون، او حط هذا هون وهون، يعني اللودين ماشيين انه الترتيب تبعهم، ممكن هون وهون يعطوك اعلى مومنت، اعلى مومنت، فانت بدك تفحص كل الحالات الممكنة، بس دائما حاول افحص بالمنطقة القريبة عن أعلى قيمة.
بس إن شاء الله نكون فهم الدرس.